الله المستعان قال انه قال ما عندنا ميزانية. انا بقول له وين ميزانيتك؟ عنده 1,250,000 دينار من الهيئة العامة للشباب الرياضة، عنده من فيفا 10 ملايين دولار لمدة 5 سنوات اعتقد او اقل. الاتحاد الاسيوي يعطي مبلغ لدعم الكرة، الاتحاد الدولي لتطوير الكرة، الغرامات اللي لا تقدر من الأندية. هذا العرباوي انتم معروفين فيها. اوه بعد احنا اقول فينا لعب الريال. النقل التلفزيوني اللي اكال واللي على ضوءها انسحبت الأندية الخمسة الكبار 160,000 دينار لحد الآن. شنو هالميزانية؟ وكم موظف عندك بالاتحاد؟ مدرب انا اعتقد يمكن معسكرات اللي سويتها كل هذه، حتى انا متأكد والله العظيم سهل انك تسوي معسكرات وسهل تسوي مباريات وسهل وسهل وسهل، اسهل منه ما في، ومبالغ بسيطه جدا. لكن هذه مو اعذار، هذه مو هروب من الواقع. الواقع معروف بالنسبه لنا. ليش؟ فتفضل مؤيد.